السلام عليكم. زار والي ولاية بستغانم مصنع لإنتاج البواخر المتوسطة الحجم بتقنيات جديدة وبتكنولوجيات متقدمة جدا متقدمة. إذن فيه محاولة من طرف مستثمر جزائري لتوطين صناعة البواخر في الجزائر معدات عصرية و يعني جد مشجعة لمستقبل صناعة البواخر في الجزائر. إذن نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول زيارة والي ولاية مستغانم إلى المصنع هذا الجديد الذي انطلق في عملية إذن صناعة البواخر أو تركيبها، يعني في بعض الأجزاء يتم استيرادها، لكن في عملية نتاع تركيب البواخر المتوسطة الحجم في الجزائر، وإن شاء الله تكون تجربة مفيدة. والسلام عليكم.